إنسانية بقى جميلة جدا جدا الحقيقة، نشرتها جريدة الوطن اللي بنشكرها الحقيقة طول الوقت، بتنشر قصص إنسانية مهمة جدا. مقالة كده تفتح نفسك على الجمال والبساطة ونسلط الضوء عليها، بقصة بتحكي عن شاب اسمه أشرف. إيه قصة أشرف؟ أشرف لما هتشوفوا صورته دلوقتي هتلاقوه مسند أو شايل بنوتة على إيده. أشرف ده والبنوتة اللي هو شايلها دي هناء. هناء دي جارته وصديقة طفولته وزي أخته وأكتر وأصغر منه بسنة واحدة. طب ليه أشرف بيشيلها على كتافه؟ الحقيقة إنه هناء مولودة بضمور في الأعصاب، ما بتعرفش تتكلم وما بتعرفش تمشي في أغلب الأحوال، فلازم تروح تعمل جلسة علاج طبيعي. هي اتولدت بالضمور ده، كان ضمور في المخ وأفقدها الحركة والكلام، بس سبحان الله لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيعوض، فلما فتحت عينيها على الدنيا شافت قدامها جار ليها، حتى مش من لحمها ولا من دمها زي ما بنقول، بس الجار ده يمكن بيعمل معاها اللي محدش يعني ممكن اخوات ما يعملوهاش مع بعض، ان هو كل جلسة ليها بيشيلها على كتافه وما تقدرش تمشي، وبيروح بيها بيمشي بيها مسافة مش قليلة عشان ويستناها لما تخلص جلسة العلاج الطبيعي وترجع تاني. هي ما بتتكلمش هناء، بس هو بيفهم منها لغة الإشارات، بيفهم من عينيها الكلام، بيفهم قد إيه هي بقلبها بتدعي له كل مرة، من قلبها بتدعي له وهو رايح معاها للدكتور وشايلها كده على كتافه. بيروح معاهم كمان جدتها وهي سيدة يعني متقدمة في السن، الست أمينة ربما عندها 70 عاما. خلونا نسمع أكتر عن هذه العلاقة الإنسانية الجميلة، العلاقة الاستثنائية اللي ربطت بين أشرف وهناء. تعالوا ناخد هاتفيا زميلتنا العزيزة الأستاذة سحر عزازي الصحفية بجريدة الوطن. يا أهلا بيكي. أهلا بيكي يا منة، ومساء الفل على كل المشاهدين. ديم اولا انا بحييكي على المقدمه الرائعه ديت، وفعلا وصفك للقصه يعني كما هي بالظبط. اشكرك، واشكرك كمان انه قدمت لنا قصه انسانيه كده، خليتينا النهارده واحنا قاعدين نقراها نحس قد ايه الدنيا لسه فيها خير، وقد ايه ممكن حد يبقى مش من دمك بس يبقى اقرب لك وفي اصل طيب اكتر من ناس يعني بتربطك بيهم صله بدم. احكي لنا يا سحر من فضلك عن العلاقة الاستثنائية دي اللي ما بين أشرف وهناء، واحكي لنا هم عايزين إيه، ولو عايزين نساعدهم نقدر نعمل إيه؟ اتفضلي. أنا بشكرك على المبادرة الهائلة اللي بتعمليها من خلال برنامجك، إن أنت مش بس بتطرحي القصص الإنسانية، أنت كمان بتحاولي إن أنت تساعديهم، فده شيء رائع. أولاً أنا يعني في يوم يعني كنت في طريق للشغل فلفت انتباهي شكل البنوتة وشكل الولد والسيدة أمينة اللي هي الجدة العجوز. البنت قاعدة على كبوت العربية والولد قاعد في ظل العربية تحتها بالظبط، فيعني فضولي الصحفي يعني خلاني أنشد للمشهد واقتربت منهم وبدأت إن أنا أتكلم معاهم. طبعا أنا يعني اتفاجئت جدا فكرة إن أنا كنت فاكرة إن في البداية إن أشرف اللي هو صاحب ال 15 عام إن هو شقيق هناء. فاتفاجئت إن مفيش صلة قرابة أصلا ما بينهم، يعني ممكن تخلي طفل زي أشرف بيجي يومين في الأسبوع حد وثلاث من قرية أبو صير التابعة لمركز بدرشين لمحافظة الجيزة، ويتخطى 4 محطات عشان يصل مع البنت للمستشفى عشان تلقي جلسة العلاج الطبيعي. 4 مواصلات وهو بيحملها على كتفه يعني. فأنا أول حاجة جت في ذهني إن أنا أسأل الولد، قلت له طيب أنت مش بتتعب مش بتتضايق؟ قال لي لأ خالص. طيب انت بتيجي بارادتك ولا في حد بيطلب منك؟ قال لي لا انا اللي بكون عايز اكون معاها. وده بيحصل صعب قوي، صعب قوي يا سحر، صعبه يعني. ممكن يعملها مره مرتين من باب الجدعنه من باب الجيره، لانه الولد ده اصله طيب وابن حلال مصفي، بس انه يبقى يعني يلزم نفسه وبهذا الحب وبهذا العطاء وبالنفس السامحه دي انه يبقى هو اللي بيشيلها ويعدي بيها الشارع ويمشي بيها المسافه الطويله دي ويستناها لغايه ما تخلص جلسه العلاج الطبيعي. يعني هو لسه في خير كده في الدنيا يا سحر؟ هو لسه في كده في الدنيا؟ ده اللي اثار اعجابي يعني، خاصه ان الظروف الماديه والظروف المعيشه اللي بتمر بيها الاسرتين كمان صعبه جدا الى حد لا يمكن يعني شخص يتخيله، ان الطفل
ما تلقاش تعليمه الأساسي بسبب ظروف والده اللي هي يعني متدنية جدا، وإن يعتبر شبه ما عندهمش دخل يعني يخليه حتى ياخد حقه في الحياة في اللي هو يتعلم. حتى كمان قصاد المستشفى بالظبط مدرسة ابتدائية، وهم بيجوا الساعة 6:30، فهم بيبقوا مستنين في انتظار العيادة تفتح في توقيت المدرسة، والأطفال من قدامه بيمشوا وشايلين شنط المدرسة. فأنا فضلت أراقب نظرته، فبقول له نفسك تدخل مدرسة؟ رد عليا قال لي أنا نفسي أتعلم وهنأت خف. نفسي أتعلم وهنأت خف، يعني طفل بريء. هو ما بيروحش المدرسة يا صحر؟ ما بيروحش؟ لا هو مش في المدرسة يعني ما دخلهاش. وسألته على السبب، يمكن حضرتك لو الصورة بتاعته توضح ملامح الولد جميلة جدا وشكله يعني في منتهى الجمال بجد، حرام ان طفل زي ده يهرب من التعليم. طب بص يا صحر، احنا حاولنا نتواصل مع السيدة أمينة جدة الهناء، لكن الحقيقة مش عارفين نوصل لها دلوقتي. انا لو عايزة اقول لك يعني تعالي نعمل مناجدة كده، يعني الخير لسه باقي في هذه الأمة، والخير لسه باقي عند الناس. انا عارفة ان الظروف بقت صعبة جدا جدا، وعارفة ان كل واحد يعني فينا دلوقتي يا دوب مكفي نفسه، لكن صدقيني في النهاية عندي إيمان كده انه لغاية يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بيبعت الناس كده اللي قلبها فيه رحمة وحنية وجمال وصفاء، ويشوفوا حالة زي كده ويقولوا انا هتكفل مثلا ان انا اعلم الولد ده، هدخله مثلا محو أمية، لأن هو 15 سنة مش هينفع يدخل مدرسة، لازم يدخل محو أمية مثلا. صحيح، بس في فصول وفي فصول تعليمية. أنا مثلا ممكن يطلع حد تاني من أهل الخير يقول أنا هتكفل مثلا بعدد كذا من جلسات العلاج الطبيعي الهناء مثلا. فوجه رسالة كده، وأتمنى وأدعو يعني الله سبحانه وتعالى ولا شيء يكتر على الله، يكون حد بيسمعنا دلوقتي عنده من هذا القدر من الرحمة، ويعرف انه لما حضرتك بتساعد حد انت مش بتساعده هو، انت بتساعد نفسك. لما بتقدم خير بتقدمه لنفسك. يعني احدى الصحابيات الجليلات كانت لما بتيجي تتصدق بفلوس بتعطرها، بتحط عليها عطر، فلما سألوها ليه قالت لهم لانه الصدقة دي انا ما بحطهاش في ايد الفقير، الصدقة دي انا بديها لله سبحانه وتعالى فبعطرها. خاصة برضو يا منا الناس دي البسيطة اللي بنقابلها في الشارع يوميا بيكونوا متعشمين فينا، يعني لما يعرفوا ان احنا ممكن نوصل مشاكلهم او صوتهم بيتعشموا فينا بزيادة، وهم طلباتهم بسيطة. حتى السيدة يعني أمينة عفيفة جدا، يعني انا حتى بقول لها انت محتاجة ايه؟ قالت لي انا مش محتاجة اكتر من السدف الحمد لله. يعني هنا الناس دي كمان بيبقوا فيهم كده حتة ان هم يعني عندهم عزة نفس، مش صحيح اللي هم يعني بيطلبوا كده، لا في ناس فعلا عفيفه وراضيه بحالها حتى لو الحال ده اقل من ناس كتير. ولكن انا فعلا بطلب يعني برعايه الطفله دي لو في علاج ليها امن وجلسات تكون مناسبه لحالتها ان هي تتحسن. وكمان طفل زي عندك فكره الجلسه الواحده بتكلفها كام؟ جلسه العلاج الطبيعي عندك فكره؟ هي بتعمله في مستشفى حكومي اعتقد، ولكن هي ست كمان زوجها متوفي وابنها اللي هو والد البنت هناء يعني شغال بتقولي على باب الله، ووالدك هناء مريضة. فهي بتقول انا اللي بيتعبني وبيرهقني ان انا بدفع مواصلات يوميا في اليومين اللي هي بتأتي فيهم 40 جنيه، فهي يمكن المبلغ بسيط ولكن هو بالنسبة لها مبلغ يعني رقم. غير كده السيدة أصلا بتعاني من بعض الأمراض، مرض الضغط وأمراض في المعدة، وليها روشتة شهرية لازم أن هي تستعين بيها. يعني أنا بشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة سحر عزازي، صحفية بجريدة الوطن. ولو أي حد من يعني السادة المشاهدين اللي بيتابعنا دلوقتي حب يساعد هذه الأسرة، احنا بس مجرد هنكون يعني همزة وصل كده، يا رب ان شاء الله نكون همزة وصل في الخير دايما. هنوصل حضراتكم بالأستاذة سحر زميلتنا، توصلكم مباشرة بالأسرة دي. ممكن تساعد أشرف نفسه 15 سنة اللي بيشيل جارته كل يوم أو كل جلسة علاج طبيعي على كتفه وبيمشي بيها ويستناها لما تخلص الجلسة، عشان هي عندها ضمور في المخ ما بتقدرش تمشي. الولد نفسه يتعلم، فممكن نوديه فصول محو أمية أو تعليم.
ممكن جدا مثلا نساعد البنوته نفسها هناء، الست امينه جدتها كانت بتقول ان هم بيتكلفوا في المشوار ده حوالي 40 جنيه. 40 جنيه ده حضراتكم عارفين كده شنظران والحاجات اللي بنعدي عليها رايح جاي، بنجيب القهوه بتاعتنا في الحدود دي، فده رقم بالنسبه لناس كتيره ولا حاجه، لكن بالنسبه للست امينه والهناء ده حاجه كبيره قوي. خلوني بس اخد سحر تاني ان هي عايزه اضيف حاجه. اتفضلي اتفضلي يا سحر. يا من انا بس كنت عايزه اقول ان انا قبل ما ادخل معاكي على الهوا كان تلقيت مكالمه هاتفيه من دكتور محمد التوني مشكورا، يعني دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي بوزاره الصحه تواصل وقال ان هو على استعداد ان هو يوفر عربيه اسعاف للطفله هناء ان هي توديها وتجيبها كيعني مساعدة، وهم على استعداد ان هم لو في مساعدة تانية يبدأوا ان هم يتكفلوا بيها، فانا حابة ان انا اشكرهم يعني على تمام. طيب يعني احنا كده الحمد لله مشكلة توصيل او نقل هناء لجلسة العلاج الطبيعي واشرف اللي يا حبيبي كان بيشيلها على كتفه كل مرة عشان يوفروا ثمن المواصلات دي بإذن الله كده اتحلت، عربية اسعاف هتوديها لجلسة العلاج الطبيعي. يبقى دلوقتي بقى مساعدة انسانية لأسرة هناء، واشرف عايز يتعلم، ولد عنده 15 سنة بهذا القدر من الجمال والعطاء، ويعني الولد مشروع حاجة حلوة قوي بإذن الله، عايزين حد يساعد عشان نعلمه. بشكرك يا سحر مرة تانية جزيل الشكر. امبارح الأربعاء